السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، تحية مرة أخرى في حصة من حصص أوقات الصلاة. كنقدم لكم الحصة ديال الأسبوع المقبل ديال أوقات الصلاة حسب توقيت مدينة الدار البيضاء، يعني من نهار 2/9 يناير 2023 حتى نهار الأحد 15 يناير 2023. فبسم الله نبداو. نهار 2/9 يناير 2023 موافق 16 جمادى الآخرة 1444 هجرية، فصلاة الفجر غتكون مع 7:02، شروق الشمس مع 8:32، أذان صلاة الظهر مع 1:43، أذان صلاة العصر مع 4:21، أذان صلاة المغرب مع 6:44، وأذان صلاة العشاء مع 8:03. نهار 3/10 يناير 2023 17 جمادى الأخيرة 1444 هجرية، غادي يكون إن شاء الله الفجر مع 7:02، الشروق 8:32، الظهر 1:43، العصر 4:22، المغرب 6:45، والعشاء 8:04. بالنسبة لنهار الأربعاء 11 يناير 2023 الموافق 18 جمادى الأخيرة 1444 هجرية، وبالمناسبة يوم عطلة، يوم تقديم وثيقة الاستقلال 11 جونفي 11 يناير. فهذا النهار غادي يكون إن شاء الله صلاة الفجر مع 7:02 مع 8:32، غادي يكون الشروق، ومع 1:44 الظهر، ومع 4:23 غادي يدن أذان العصر، ومع 6:46 أذان المغرب، ومع 8:05 أذان العشاء. بالنسبة لنهار الخميس 12 يناير 2023 موافق 19 جمادى الأخيرة، أذان صلاة الفجر 7:02، الشروق 8:32، العصر صلاة الظهر 1:44، العصر 4:24، المغرب 6:47، والعشاء 8:05. نهار الجمعة 13 يناير 2023 موافق 20 جمادى الثانية 1444 هجرية، فالفجر 7:02، الشروق الشمس مع 8:32، أذان صلاة الجمعة مع 1:44، العصر مع 4:25، المغرب مع 6:48، والعشاء مع 8:06. نهار السبت 14 يناير 2023 الموافق 21 جمادى الثانية، غادي يكون إن شاء الله الفجر مع 7:02، الشروق 8:32، أذان صلاة الظهر مع 1:45، أذان صلاة العصر مع 4:25، أذان صلاة المغرب مع 6:49، وأذان صلاة العشاء مع 8:07. نهار الأحد 15 يناير 2023 موافق 22 جمادى الثانية، غادي يكون أذان الفجر مع 7:02، شروق الشمس مع 8:31، أذان صلاة الظهر مع 1:45، أذان صلاة العصر مع 4:26، أذان صلاة المغرب مع 6:50، وأذان صلاة العشاء مع 8:08. هذه هي الحصة ديال الأوقات ديال الصلاة ديال الأسبوع المقبل إن شاء الله، من 9 يناير 2023 من 2/9 يناير 2023 حتى لحد 15 يناير 2023. شكرا لكم على الاهتمام ديالكم وعلى المتابعة لكم، أشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.